السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ابرمج من خلال المسار. فاختار مثلا الشكل دوت نيو وورلد، تمام. وعايز دلوقتي احط شخصية، هختار الشخصية ديت اهو، واقول له انا عايز كودو. طيب الكود ده عايز ابدأ ابرمجه. خلي بالك ده مؤشر انت حطيت عناصر كتيرة دي، لما يوصل فوق خالص كده اعرف ان يعني اللعبة بتاعتك هتبقى تقيلة. طيب اقول له بروجرام، واقول له انا عايز ان احنا اولوز دايما. طيب دايما ايه بقى؟ عايز اديله مسار، فاقول له اهو المسار اهوت باس طول اهو، واروح قايل له مثلا اهو ورايت كليك عشان اخرج من المسار. طيب هقول له بقى هنا رايت كليك بروجرام، اقول له اولوز فولو موف موف. ممكن اقول له وندر يعني عشوائي، او اون باس اون باس كويكلي، وبعد كده ادوس اسكيب، فهو يبدأ بقى يتحرك في المسار اللي انا مديهوله. طيب ممكن نعمل المسار عشوائي؟ اه ممكن نعمل مسار عشوائي. طب ازاي؟ طب تعالى نحط شخصية جديدة، وليكن مثلا هنا في تري، هنا في تعالى نشوف ايه الشخصيات اللي موجودة هنا. طيب هنا في شجرة، هنا في دي نوع من انواع الصخور، هنا في بالون، هنا في مثلا كلاود. اخترنا الكلاود. طيب الكلاود مثلا عايزين نخليها اعلى، فهخليها ترتفع كده شوية. وبعد كده هقول له ان احنا عايزين نبرمجها، برمج لنا السحابة ديت. ممكن اقول له ديت خليها دايما موف عشوائي، تمام. طيب بعد كده ممكن نقول له مثلا بعد تايمر، التايمر ده قد ايه؟ انت بقى بتحدد مثلا 10 ثواني، 5 ثواني، 25 ثانية، زي ما انت عايز. بيرسنت، تمام. تعمل ايه بقى؟ ممكن نقول له مثلا هولدنج او سويتش او اكشن، مثلا ممكن تعمل بلاي لحاجة اللون هيتغير، رايز ووتر، زي ما انت عايز. تبدأ بقى تشوف ايه اللي انت عايز. هي دي فكرة البرمجة، ان انت تقدر تقول مثلا تيرن، ممكن تخليها برضو تعمل سويتش، سويتش مثلا تغير حاجة، تروح لصفحة معينة، تمام. ممكن نقول لا احنا عايزينها كومباكت، زي مثلا انها تنفجر، تمام. وانس او مي، طيب اوكي. طيب خلينا ندوس اسكيب عشان نشوف. بص السحابة تفضل تتحرك لمدة 10 ثواني، هي بتتحرك عشوائي ملهاش دعوة بأي بصر خالص، وبعد كده بوم اتفرقعت، تمام. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نستفاد منها. طبعا موضوع المسار ده فيه حاجات كتيرة جدا، موضوع البرمجة فيه حاجات كتيرة جدا، دي مجرد نماذج لعمل لعبة على برنامج كودو جيم.